بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم من قناه حسن فراج. نازلين النهارده الشارع المصري نعمل حمله توعيه لعدم تفشي فيروس كورونا، ومعانا الحاج نسر جمال اسماعيل. نعم للصحفيين، الله يبارك فيك. احنا نازلين الشارع المصري النهارده من قناه حسن فراج نعمل حمله توعيه على فيروس كورونا. طبعا لما يلبس كمامه، لما عايزين نمنع الحاجات دي، بعد ما نلبس الكمامه مش نلقاها في الشارع او ناخدها نلقاها في سله الزباله، لا نحوشها ونركنها على جنب. عايل ممكن نلقاها هيمسكها هيعدي ابوه يعدي البيت كله. كلامك صح، كلامك صح حاج جمال. استخدمنا الكمامه نحوش على جنب كي ونحركها عشان ما حدش يلمس. جاز انا عندي واخدتها ولقحتها كي، ما بعينه ما منتشر الوباء. كلامك صح يا حاج جمال. لما احوش الكمامه واخد بالك بعد ما استخدمها اركنها على جنب او احركها. بتنجد الشعب المصري كده؟ ابن ادم الشعب المصري ما حدش يرمي كمامات في على الطريق ولا في سله الزباله، يركنها على جنب ويولع فيها. انا بناشد من صوتك هنا وبصوت قناتنا عشان ما حدش يتعادي من التاني. انا بنادي الشعب اللي يستخدم الكمامه ياخدها على جنب يركنهم ويولع فيهم، مش يلقوهم في الشارع ولا يلقوهم في سله الزباله. لا مؤاخذه، ما انا راح احوشه من سله الزباله، لا مؤاخذه الزباله او اللي عامله حوشه هيتعادي. انت كلامك صح يا حاج جمال، وانا بناشد صوتك لصوتنا احنا من قناتنا للساده المشاهدين في الشارع المصري، ما حدش يرمي الكمامه في الشارع. من صوت الحاج جمال بنقول لك ما حدش يرمي الكمامه في الشارع. انا بشكر الحاج جمال على الكلمتين المفيدين اللي قالهم، وفعلا صح، الكمامات مرميه في الشوارع بدرجه فظيعه. احنا بننشد الشعب المصري والشارع المصري بالذات ان محدش يلقح اي كمامه في الشارع. عنده باسكت في البيت اي حاجه ياخدها، لو في الزرع، احنا في الريف المصري، لو في الزرع معايا يحركها. وبشكر الشارع المصري، ومعانا واحد تاني من الشارع المصري نساله تصوروا. احنا بنصور. احنا من قناه حسن فراج ونازلين الشارع المصري بنعمل حمله توعيه على فيروس كورونا. يا ريت الناس ما تتجمعش مع بعض، يا ريت برجو من السادة المشاهدين محدش، التجمعات هي اللي بتجيب الكورونا. يا ريت التجمعات هي اللي بتجيب الكورونا. خلاص يا ريت، خلاص يا الله سمعت. وبنناشد برضو الحاج محمود ولسه مكملين حلقتنا اليوم، ونزلنا على الخط السريع وبنسأل الحاج. احنا من قناة حسن فراج وعاملين حملة توعية عن فيروس كورونا. طب انت بتناشد الشعب المصري بايه؟ والله هو اقول لك على حاجه، هو موضوع الكورونا ده وباء نزل، فلازم الواحد يعمل حسابه على كل حاجه. تمام. يعني اولها طبعا موضوع الكمامه. طبعا انا حضرتك بكلمك وانا جنع الكمامه، بس انا اليوم كله انا بطلع من الصبح. انا طبعا زي ما انت حضرتك شايف فعلا غير راجل سريح على باب الله، الله يرزقك الصحه. فبلبس الكمامه معظم الوقت طول اليوم، وانا مروح باجي على بيتي وزي كده بحاول ان انا ايه يعني اخلعها. بتخلعها عشان تاخد نفس ده؟ لسه ما دخلتش البلد. لسه ما دخلتش البلد وماشي على الخط. بس طبعا هو اهم حاجه في الموضوع ده الكمامه وتطهير الايدين، وطبعا ما بنصح جميع الناس ان هم يستعملوا المطهرات في البيت وكده. يعني انا اول حاجه بعملها اول ما بخش البيت انا والاولاد دي. بتستخدم ده مع اولادك في البيت طبعا؟ طبعا لازم. لازم حضرتك ان انت تطهر ايديك، او بنغسل ايدينا تمام، ونحاول اي حاجه زي. وبعدين الكمامه برضو بنحطها في باسكت زباله بعيده عن البيت. فعلا لان انا مش ضامن برضو ظروف. بنستعمل كمامات جديده، يعني كل يوم الصبح بنستعمل كمامات جديده. بتنجد الشعب المصري بكده؟ طبعا لازم، لازم حضرتك. يعني لازم ان الشعب المصري هو كده كده شعب واعي وفاهم الحاجه دي. المفروض ان هو يعني لو عيل صغير هيكون فاهم حاجه زي دي يعني بصراحه. يعني والله احنا بنناشد من صوتك انت وصوت القناه من قناه حسن. وعلى فكره انا متابع للقناه بتاعت حضراتكم، قناه جميله وهدافه بصراحه. والله يعني بامانه بصراحه، يعني انا مش مجامله، مش مجامله بصراحه. قناه يعني هدافه ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. واحنا بنناشدك وبنناشد صوتك لصوت قناتك طبعا. بفيديو مشاركه للقناه ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. وبننهي حلقتنا اليوم بمشاركتك في القناة، واعمل لايك للفيديو لقناة حسن فراج. شكرا لكم.